وقطف وتشهير نزيد عليها هاد اللايف، ظاهرة اللايفات مباشرة أو ما تسمى بظاهرة كبسو كبسو، اللي فيها تحديات وتشالنجات خطيرة أقل ما يقال عنها أنها خادشة للحياء العام ومسيئة للمغاربة. سيد الوزير، إذا كنا احنا لا يعقل اليوم أننا احنا اليوم كنصنعوا ميد إن مروكو وكنصنعوا في الملاحم في الأزمات في الملاحم الإنسانية، وكنجيو في وسائل التواصل الاجتماعي كنلقاو هناك كوارث أخلاقية، كوارث كتسيء المغاربة وكتسيء النساء بالخصوص بحجة حرية التعبير. سيد الوزير، يجب أن تطبق أن نحترم حرية الحق والواجب، ويجب أن نتحمل عنصر المسؤولية. كذلك في يجب أن نتحمل مسؤوليتنا التاريخية في حذف اللايفات المباشرة، وكذلك نكون عندنا واحد نظام قانوني رادع للأشخاص اللي كيستغلوا هذا الشيء هذا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الأفعال الفادحة، وكذلك تكون عندنا نديروا واحد سياسة لحماية لهاد الوسائل التواصل الاجتماعي في شتى أنواعها. علاش؟ باش نحافظوا على موروثنا الثقافي ونحافظوا على حريتنا احنا كمغاربة، وكذلك نحميو القدوة لدى أطفال الغد اللي هي اللي دابا للأسف راها كتشوه وكذا وكتغير، حيت للأسف إذا بقينا بحال هكا السيد الوزير هيجي ما يبقاش عندنا هذيك الطفل ما نلقاوش اللي يبقى لنا 5 سنين باش يرجع مهندس، ولا يبقى لنا 6 سنين باش يرجع طبيب، ولا يرجع لنا استاذ جامعي، ما نلقاوش هاد المهن هادو، نلقاو للاسف هذوك اللي يختاروا طريق سهله، طريق جد مختصره اللي فيها الفلوس بزاف، عنوانها التفاهه ووقودها اجيال غرت بهم. شكرا جزيلا. 20-500 مليون فيديو مصور في وسائل التواصل الاجتماعي، هذا رقم رسمي، 500 مليون فيديو مصور. صوت سيد الوزير. قلت في 2023 500 مليون فيديو مصور في وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى العالم. هذا قبل مازال ذاك الاصطناعي ما خدا المجال ديالو، ملي خدا المجال ديالو تبدا جوج الملاير. انا بغيت نبكي معك، ما عندي مشكل، ولكن وسائل التواصل الاجتماعي لا التيك توك ولا الفيسبوك، واش القرار ديالنا فيها 100%؟ الله يرحم ضعفنا وصافي. العالم عندهم واحد القرار كاين في امريكا، واحد القرار كاين في بكين، تيقرروا في هاد الجوج الفيسبوك وفي اليوتيوب حنا كنتقاتلوا معاهم، حيد هذا حيد لهذا بلغ لهذا ضرب لهذا، ولكن تضرب شحال كينزل في النار، كشحال كينزل في النار، ليش قاتلوا شي حاجه كيديرها ولا كتب شي حاجه كيديرها، كنتقاتلوا كنتابعوا كتكون المتابعات الان يا بالعامه خدامه الامن الوطني الجزائري بخير بواحد الطاقه كبيره جدا بواحد الدقه كثير متبع الموضوع، ولكن نقول لك راه الله يرحم ضعفنا وصافي، راه حنا خدامين غنتقاتلوا، انت حميتيهم الفيسبوك وحميهم التلفزيون، كاين شي فيلم الان في التلفزيون اللي ما فيه مصايب ديال راه كلشي كيدخلوا فيها مصايب ثقافتهم باش ما، ولكن تنقاوموا بالقناعه الاخلاقيه اللي عندنا صافي. هذا هو، شكرا. الحقيقه ما تم ذكره هو جد خطير جدا، واش حنا الدوله ديالنا السيد الوزير ما تقدرش تراقب لنا هاد وسائل التواصل الاجتماعي؟ تيك توك دخل ديورنا، اثرنا على عيالاتنا، ولينا بهذاك الروتين اليومي، ولينا المغاربه معروفين بهاد التفاهه وبالفضائح اللي ولينا، حتى ولينا نموذج يحتذى به عالميا. من كنذكروا الروتين اليومي ديال المغاربه، وكذلك التيك توك، يعني واش ما ممكنش حنا الحكومه ديالنا دير واحد المراقبه واحد الرقابه على مثل هاد الامور هادي؟ لان في الحقيقه دابا ما بقيناش كنحميو ولادنا وعيالاتنا من الزنقه، خاصنا نحميوهم غير داخل ديورهم بهاد وسائل التواصل الاجتماعي اللي للاسف الشديد دخلت لنا واحد الاعراف اللي هي فسدت. شكرا سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. حنا فعلا ما نقدروش نواجهوا هذا الشيء على المستوى الاقتصادي، ولكن نقدروا نقنوه ونقدروا نتدخلوا على مستوى التدبير ديالو، لان اليوم الوفره والفوضى في المعلومات ما كنعرفوش واش صادقه ولا خاطئه كيخلي لنا مشكل كبير باش نواجهوا واحد العدد ديال الظواهر اللي من بعد كتكلفنا اكبر. اليوم كخصنا نحدوا من الظاهره على مستوى اننا نخلقوا البدائل ونخلقوا فرص اخرى اللي يمكننا نواجهوا هذا الشيء ثقافيا. شكرا. واش خطا؟ راه داكشي اللي كيوصلكم راه يلاه داكشي اللي داز، راه حجم كبير، والامن ولا الداخليه ولا المؤسسات ديال الجيش ولا كذا، كلشي كيشتغل في هذا الموضوع حمايه للمغاربه، هادشي اللي كيوصل غير كيزهق، اللي كيزهق اللي كيدوز، ولكن راه ما عندنا قدره عليهم، واش كيشوف عندنا قدره على التيك توك ولا قدره على الفيسبوك؟
والميزانيه ديالهم كتفوت الميزانيه ديالنا حنايا في الدوله ككل. إذا على كتب أنت منع كل شيء الفيسبوك ما يمكن ليش؟ واش غير هو قرار، واش غير هو قرار ديال راسك؟ خلوا السيد الوزير من فضلكم يتفاعل مع من فضلكم السادة النواب. السيد الوزير انتم واش كتعتقدوا هادو من الحوانت؟ هادو راه شركات قدك سخط الله. إلا مسيتي تحرك هذيك الميريكان، تحرك هذيك فرنسا، تحرك هذيك المانيا، كلهم عندهم مصالح تما، كيدير لك الإشهار ديال السلعة ديالو تما، كيدوز لك اللغة ديالو، كيدوز لك الإيديولوجيا ديالو، زعما غير جيو غير جيو سد. إلا كان غير جيو سد شحال غنسدو، غادي نسدو حتى القصر الكبير. لا سيسيمو ماشي هكا كتمشي الامور، ماشي هكا كتمشي الامور، الامور راه معقده جدا ومرتبطه. النظام الراسمالي يحمي بعضه بعض، يحمي اطاره بعض، ماشي غير يجي ياخذ قرار. راه حنا دوله داخل منظومه دوليه كتفرض علينا التزامات وكتفرض علينا قيود، وخصنا نشتغلوا معاها. ما بغيتيش حتى حنا نسدو، يقول لك سد سد، وغدا حتى حنا نسدو هادي، وسدو هادي، وسدو الطيران، وسدو الاستثمارات، وسدو. راه ماشي القرار اللي ديرو، ولكن خصنا تعرفوا لا الامن الوطني ولا الاجهزه الاخرى ديال الدوله كتشتغل بالليل وبالنهار، ودات عمل جيد جدا بحيث السرعه باش كيكتشفوا والسرعه باش كيضبطوا مهمه جدا. حنا من الدول اللي كيعتبرونا متطورين في مواجهه هذه الهجمه هذه المعلوماتيه، ولكن المواطن يعاونك حتى هو. شكرا.